نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية الأمل بمركز المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح منسق القوافل الطبية بالمنيا محمود خليفة أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها الأطفال، البطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا وصرف الإعلان لهم بالمجان. النهاردة مع تخصصات بطنة وقلب وأطفال ونساء وخدمات تنظيم أسرة، جلدية، أنف وأذن، أسنان، جراحة، بالإضافة لمعمل دم ومعمل بارة، ندوات تثقيف صحي، جهاز إشعة إكس راي، ومعايا صيدلية فيها كل الأدوية الموجودة الخاصة بالتخصصات اللي موجودة معانا. العلاج مجانا، تذاكر مجانا، الخدمة بتقدم لأهالينا في القرى اللي أبعد من 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام ومركزي، خدمة مجانية من أول التذاكر لحد الأدوية.